تمام، خليك معايا وشوف العجلة الكهربائية مسودة بإيه وفيها إيه. تعالى هنا كده، اتفرج عليها هنا، هي ليها عداد مؤشرات بتاعتها. الكابل ده اهو يا جماعه بنوصله، بنوصل الكابل كده اهو، تمام زي ما احنا شايفين كده، بنفتح الكونتاك وبكرة البنزين معايا هنا ايه، بزود يعني لو المكنة ايه، بزود بإيدي هنا اهو، مننا. ولو مثلا البطارية بتاعتها شطبت منك او انفصلت منك، نأسف على الصوت يا جماعة، بس انا معاكم اهوت، وبرضو اشرح لكم بقية العجلة الكهربائية او الدراجة الكهربائية. هنا معايا دلوقتي في كرسي، ممكن برضك لو حد عايز يحط في صندوق او ياخد حد خفيف ورا منه بيتعامل بيه، مفيش اي مشكلة. تمام، ومزود بفردة مساعد، وفي هنا مقص، المقص هنا اهوت قدام مننا ان العجلة تطلع وتنزل تبقى مريحة في المطبات. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، ادينا نزلت العجلة من على الحمال وبطلع وبنزل بيها، بتاخد مطبها يعني مش هتبقى ناشفة معاك زي العجلة العادية لا. وفي نفس الوقت زي ما انت حضرتك شايف كده، بتوقف على الحمال الركاز بتاعها وبتصبره. ومزود برضك هنا الشحن، لو البطارية بتفضى بيديلك إشارة، في برضو نور، في زرار للنور هنا اهو، لو عايز تشغل النور برضو في كشاف ليد. كشاف الليد ده ما بيسحبش كهربا كتير ولا حاجة، مع فرامل، في فرامل ورا وفي فرامل قدام زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، والسرعة بتاعت البنزين يعني بمعنى أصح لما تيجي تزود السرعة قدام مننا هنا. ومزود هنا بالتيل الفرامل اللي قداماني، وفي جوز مساعدين قدامانيين زي ما احنا شايفين بالظبط كده. تمام، مساعدين شغالة قدام مننا هنا اهيت زي ما احنا شايفينها، وان شاء الله برضو بانتظروا مني فيديو تاني هيبقى احسن ان شاء الله، بس كنت مضطر ان انا اصور في الوقت ده. تمام، وفي صندوق معايا هنا اهوت ممكن تحط فيه حاجة. تمام، وفي شاحن للبطارية برضو. تمام، وده اللون التاني زي ما احنا شايفين قدام مننا، ده اللون التاني، وكابل الكهرباء الضفيرة بتاعته مزود بثلاث بطاريات وشاحن، والمساعدين نايت نفس العجلة التانية. تمام، والمساعد برضو زي التانية بالظبط، ومن وراه العجلة الكهربائية خفيفة، ومسند ممكن حد يحط رجله عليه لو حد ورا منك ركب جانبي. وهنا اهوت برضو لو انت عايز تعلق حاجة ورا منك، مشبك قوي، وده البدال لو العجلة بطلت منك مثلا كهربا وانت في السكة ممكن تمشيها بيه، وفي نفس الوقت برضك سريعة عن العجلة يعني لو انت جيت زودت لها. طبعا تيجي تبص على خامة السلك نفسه، خامة محملة عشان خاطر ان هي تقدر برضك تعيش معاك وتستحمل معاك وسريعة.
وناعمة جدا جدا، وملهاش صوت خالص، ملهاش صوت خالص يا جماعة. وانا كنت بوصف الكلام دوت بس عشان الصوت زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كان عالي، تمام. وعجلة موفرة من البنزين وموفرة في كل حاجة. وطبعا بشكر الناس اللي قعدوا معايا لحد اخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.